طيب حكينا يا جماعه فينا تو ميثودز لرسم السنك الوتر تا ممكن عاد في احتمال ممكن عاد يعني ركزوا منيح ان شاء الله سلمك الوتر تانكس لان تو ميثودز اللي هي اما عن طريق الجريد لايف او عن طريق ايش اللي هي الموديل الجاهز اللي هو عن طريق نيو موديل بنروح على ايش على الموديل الجاهز معي يا جماعه الكل طيب هسا بدنا نروح على الجريد لاينز نضطر شو نعمل هون نروح على مش كارتيزن على سلندريكال حكينا شيء يعني في عند سلندريكال في عند 3 كوردينيتس اللي هم زد وار وثيتا صح طيب اعطيناكم فكره عنها المره الماضيه هسا لو جينا على الموديل الجاهز اللي هو شيلز طيب لو فرضنا في عندي ارتفاع الخزان ميه مثلا 5 متر 6 متر مثلا وعند الراديوس تبعه مترين مش مشكله نمبر اوف ديفيجنز في الزد ايش عن نمبر اوف ديفيجنز في الزد اللي هي كم بدي قطعه قطع الخزان في الزد اوكي طيب بامكان واحد يحطه بس ديفيجن واحد بدي اعمل يعني ميشز يعني هي يعني صح انا خليها يعني لو حطيته اربع شيء يعني اربعه بتقطع واحد بصير على الجهتين يا جماعه عادي هسه نمبر اوف ديفيجنز انجلر معناها كم بدي اقطع الخزان بشكل ايش زوايا اوكي هسا كل ما زاد عندي العدد هون شو معناته بصير عندي الخزان سلندريكال اكثر بميل نفس الدائره كل ما كان اقل بصير يميل انه يصير مضلع لو حطوا ثلاثه شو بصير عنده هاي حطوا ثلاثه بصير انه زي مثلث اربعه مربع خمسه خماسي كله كاسي 16 بعرف شو بسموه وين 16 احنا خلينا نحط يا جماعه طيب ماشي مقبول نحط يا جماعه 30 ديفيجن ماشي ان 30 طيب هاي بنيجي هون على الاريا بنعرف شو جدار الخزان هسه يا جماعه معي الكل هون جبارين طيب ايش الاريا هاي اللي هون اريا بالضبط شو لجدران الخزان ولا للسقف ولا للقاعده هي اللي بتعرفها هون هي للجدران فقط لان السالب ناجع من مده جاهزه بس سمي جدران فقط بدك ترسم قاعده ترسم انت لحالك طيب هون بدي اعمل زائد هون مشان اعرف يعني اريا جديده هي ادمن سكشن نسميها وول هسا شيل فين ولا فيك ولا فيك ولا الى اخره هنا في النهايه بدي اجي اصمم خزان ما يصمم على شو؟ على الانفاين ثيتا اللي هي الاكسل لود صح؟ فاذا بامكاني هون احطه يا شيل يا ممبرين اوكي؟ هسا شيل حكينا اعم شيء صح؟ وكمان فين ولا فيك نفس القصه برضه هل انت عندك سماكته عاليه جدا لدرجه انه شيل ديفورميشن القيمه منيحه ولا لا؟ انا ممكن احطه شيل فيك اذا واحد يعني محتار في الموضوع شيل فيك لو حدا حط من بليت بصير يعني ممكن عادي بليت بلغي لك كل الاكسل فورسز يعني بتروح عندك من فاي ومن ثيتا ما استفدناش بالضبط يا شيل يا ممبرين هاي شيل فيك اكو حكينا ممكن تكون طيب هسه طبعا هون الماتيريال خليها نفس ما هي مش قصه يعني الثيكنس بدي اعتبر عندي الثيكنس 0.3 إذا واحد حب يحسب الموديفايرز مثلا مش عاجبه الواحد كان هي اوكي طبعا الموديفاير صحيح احنا في الواتر تانكس ما نحطش موديفاير ما نقللهاش لانه يصير عندنا ايش كراك صح؟ جدران 10 فولت 10 فولت بكل بساطه زي كيف اول محاضره حسبت الموديفايرز اللي اي افكتيف على الاي جروس بتطلع عندك المومنت ماكسيم تقارن مع المومنت كراك اذا كان عندك مومنت ماكسيم اكثر من المومنت كراك ايش هي؟ على ايش تطلع المومنت اللي عندك فرضا انك كده تحسب الموديفاير للبيسمنت ريتيرن بول بتشوف المومنت اللي باتجاه علوي مثل مومنت 2 على سبيل المثال تقرا الماكسيموم فيه بتقارن مع شو؟ مع مومنت كراك اذا كانت اقل معناته مش راح تصير عندك كراكس اذا كانت اكثر معناته صار عندك كراك بتقدر تحسب الموديفاير هاي افكتيف على ايجوس حكيت البيت مثلا البيس مثل تيم بول مش قصدي البيس مثلا بيس عادي في كل ستراكشر نيم بار خرساني ممكن تصير عندك كراك ممكن تحسب له كم اي ايش افكتيف بس المشكله عندك بعض العناصر الانشائيه صعب تحسب الاي افكتيف صار تعقيدها زي مثلا الشيلز وال في يعني مش زي البيمات مش زي صوره البيمات طيب ماشي هي اوكي طيب هاي صار عندي هون اول
بدك تحط لازم شو اسمه ريسترينت اللي هي سبورتات ولا لا؟ انا مش حاط ريسترينت ليش؟ يعني انا بدي احط في السبورت الجدران بدي احط قاعده في النهايه واحط تحتها سبرينجز فبدي اشيل الريسترينت جريد لاينز تفرتش هاي اوكي صار عندي زي هيك طيب ماشي هسه شو بعمل فيه بعمل له سيلكت اول اديت اديت ارياز ديفايد طبعا انا بدي اقسم في البدايه بعدين احط القاعده مشان استفيد من النقاط راح تعمل اياها مش تحت قسم من عندها طيب خلينا نحطهم مثلا سايز نحط مثلا 25% مش عارف 25 يعني زي هيك طيب هسا نيجي يا جماعه على القاعده تحت طبعا حكينا انه في عندي 3 فيوز اللي هو الزد مع ار صح ار زد ار تي وتي مع زد صح هذول ثلاثة فيوز هسا انا عندي هون ايش هالفيو شو بتجمع لي هون بتجمع لي الفيديوس مع الثيتا بس بشوفش الزد بس يعني تي مع زد هاي ار تي بسميها اكس واي طب كيف بدي اجيب الفيوز هون زي ما كنا بنحط اكس واي اكس زد وواي زد بروح على السهم اللي هون بفعله ما عندي ار تي ار زد وتي زد هي تمام صار عندي هون طيب ماشي هون بيمكن ارسم القاعده طبعا بكون معرف القاعده اكيد هي ديفاين سيكشن اريا سيكشنز نعم هسا الفيوز اللي بيكونوا عندي في السندريكال كوردينيتس اللي هم هيهم ار تي ار زد تي زد ماشي زي اكس واي واي زد اكس زد بيكونوا مش مفعلين في البدايه كيف بفعلهم؟ في عندي هون سهم بكبس عليه بيكونوا تحت عندي بفعلهم بحط عليهم صحوحين عشان اصير اتنقل بينهم طيب هسا هون يا جماعه خليني اعرف عندي هون بيس سكشن هون اريا سكشنز اد نيو هي اريا حط اشيل ثيك طبعا سماك كده اعتبره 2.6 مرد يا جماعه مره ثانيه نكرر انه القاعده الخزان مويه لما يكون مملوء بالمياه لما يكون مملوء بالمياه يكون عندي ماله القوه بتلغي بعضها الشيء راح يكون عندك صغير المهم انت ممكن يكون عندك كبير عادي بسبب احنا جدران بس كشيء ممكن يكون عندك صغير بدك تصير انت تحسب الثيكنس ايش تفرضها فرض طب ماشي شو كنا نحكي احنا بنرسم صح بختار عندي اللي هي سميتها انا اريا صح خلاص مش مشكله طيب يزن شو رايك بياثر عندي سماكه القاعده على المومنت على الجدران او مش المومنت قصدي اللي هي مثلا الاكسيل اللي وقتها في الجدار هل بتاثر حسب علمكم يعني سماكه القاعده هسه بنشوف شو دخل طيب بس خلينا يا جماعه نختار كل الاريا مع النقاط اللي حواليها بس حكينا بدي اجي انا اقسمها تكون كسايز يعني 25 و 25 بصير عندي ايش هذا الشكل خربش صح تتذكروا اخر مره انت مركزين يا جماعه معي ولا يعني كل شيء واضح نروح على ايديت في حكينا في عندي خلص انا بسال سؤال يعني وشفت الجواب شكرا هسه يا جماعه بنروحش على السايز نيجي على الخيار الثالث حكينا عن طريق مقص عن طريق سلكت بوينتس على الاري ايدجز تمام انا اخترت هنا بوينتس على الاري ايدجز تمام اللي قسمني بناء على بلش التقسيم من هنا هي اوكي حكينا ليش طبعا بيطلع لي تقسيم يعني شكله مقبول اكثر طيب ماشي بعد زي هيك مزخرفين هسه شو بدي احط يا جماعه على البيس؟ بدي احط لود وبحط سبرينجز، لود وسبرينج. انا كم عندي ارتفاع الووتر تانك؟ 6 متر، بضرب 10 بصير عندي على الووتر تانك 60 تمام؟ بعتبر هذه اللود بحط عليها هون هي اساين، طبعا هي عدت المحاضره الاخيره على فكره اللي انتم ملاحظين. تصور هي 60 هي اوكي. طيب بعدين بضيف سبرينجز تحتيها. نعم حطينا ينفور اريا لود اساين اريا لود زي كيف بتحط لود على سلالة وزن ايش هو
وزن المي بس مش عندي غير المي، فبدي اصمم المبنى الخزان المملوء بالمياه. هسه بدي احط يا جماعه اريا سبرينجز. بدي اتفرد عندي سيجنال اوت مثلا 300، بس عندي بطروح 100 صح؟ بصير 30,000 كومبرشن. هاي النشيد اللي حفظناها زمان، هاي بوتون انورد. هذا زي كانها قاعده. بامكانك هون تحط سبرينجز طرفيه على النقاط هاي يعني تمنع لك الحركه الافقيه، بس هون زي الوتر تانك الاولاني عندك القوه كلها بتلغي بعض مش حيتحرك الخزان. لا بيسا بالواي. هون شو موضوع معقد في وضع السبرينجز، مش هيك حط سبرينجز. انه شو معقد ثاني شيء ايش ماله؟ مش مضطرين. بضطر احط نفس الشيء، اختار مثلا الاوتر لاير اللي عندي هون احطها بالاكس، واختار الاوتر لاير اللي هيك احطها بالواي. تمام زي هيك. طيب ماشي، بدي احط البريشر على الخزان، كيف بحط البريشر على جدران الخزان؟ حكينا بامكاني اعرض الخزان مفروض صح؟ كيف بدي اعرض مفروض يا هادي؟ شو بعرض اي فيو من الار تي والار زد والتي زد؟ اي وحده منهم؟ الزد اكيد؟ والايش بالزاويه اللي هي قصدي فيها المحيط يعني، المحيط يعتبر برضه تي يعني بالضبط. بروح هون على تي زد هي هيك طلع لنا بهذا الشكل. طيب فرد لي اياه. طيب ماشي، هسه يا جماعه بدي اعرف هون اسم المعادله. انتوا يا جماعه معي متابعين جد؟ تاكد يا هادي انك متابع معي. ما شاء الله عنك. ممكن ليش لا؟ من ضمن امور التعديل هاي عادي. إذا كانت معرفة صعبة ما في مجال صعبة. جربنا أكثر مرة نحاول ما زبطش معنا. طيب ماشي، نعرف يا جماعة جوينت باترنز بدي أسميها ووتر بريشر. طيب هاي تشينج، هاي أوكي. الخطوة الثانية بحط هون عندي المعادلة هي الساين. طيب هذه شو رأيك، شو بدي أحط هون أنا؟ السي والسي والدي. مرة ثانية صعب. تعرف على شكل شو؟ كيف على شكل لون؟ بتعرض اللود، قيم اللود. تمام، قيم اللود بامكانك تعمل مره ثانيه اشتقاق المعادله. اما السابع يعرض لك سي و سي و دي، ما عمري شفت شيء زي هيك. صحيح. طيب هسه يا جماعه بيكون عندي بس مي لحالها، بس مي لحالها. تمام، بامكاني بشكل مباشر يا بروح بعمل انتربوليشن واطلع البي بدايه زد، او اذا كانت مي لحالها خلاص بعتبر السي نفسها سالب جاما الميلان يعني، والزد والدي هي البريشر للووتر عند زد يساوي صفر. اوكي، هسه انا عندي هون السي هي نفسها ميل المنحنى الجاما حكينا سالب 10 او بتشتقى اشتقاق. دي عندي هون اللي هي ضغط المي عند زد يساوي صفر اسفل الخزان هو 60. هسه لو كان يزن عندي الخزان هيك جاي، تمام، الزد هون كانت الصفر، يعني انا اخذ نص الخزان فوق نص الخزان تحت مثلا، بدي اضطر تشوف كم الضغط عند هاي النقطة بتحطه محل ايش؟ محل دي، يعني عند زد يساوي صفر. تمام، مش عند خزان يساوي صفر. دي هون ايش مع شايفينها؟ هي عندما بقطع عندك من حال البرشار ال هسه كان لك الاوريجن هون زد يساوي صفر، هون لازم تحط الدي ايش؟ البرشار عندها. اذا كان لك الزيت زي ما حالنا تحت صفر ساحب تحت موجود بحط البي تحت، يعني عند وين عندك الزد يساوي صفر بحط كابتن دي نفس البريشر. انا عندي يا جماعه زد تحت على القاعده صفر، فبالتالي البريشر عندها برضه 60 وحطيت 60. بكل بساطه تذكير تذكير خلص انت بتعمل الكالكوليشن. هي عندك البريشر هون زد يساوي ما بعرف ايش كان، هون زد بعرف ايش كان، هون البريشر الله اعلم. حط هون زد مشغول، هون البريشر مشغول. طبعا انت بتعرف ايش بتطلع بالفايل. طبعا واحد بيتاكد، انا اعتقد انه صح يعني عادي، هي مشان ضيعش وقت الساعه صارت.
صح انا بعد نسيت انه يوم اربع مش ثلاثاء. طب ماشي هسه مره ثانيه يا جماعه بدي اختار جميع الجدار واضيف عليه الاشي البريشر. ماشي هي اساين اريا لودز سيرفيس بريشر باي جوينت باتن هي واحد. طبعا راح يطلع عندي العكس معك بس حكينا برضه شو عم سالب خلص خلينا من البدايه سالب واحد نحن متاكدين راح يطلع عندي العكس. كيف بعرض يا جماعه البريشر على الجدران الخزان؟ بنروح على ديسبلاي شو لود اساينز على الاريا لان لما جيت حطيت عملت اساين اريا لود. ماشي بحكي له هون بدي سيرفيس بريشر يا بيعرض لك اياها كونتورز يعني ملون بحط لك مثلا القيمه العليا اللي 60 تحت بلون معين مثل هيك او فاليز اللي اسهم مع ارقام انا بخليها فاليز هي اوكي. طبعا انا بلفه هاي جوا كله هسا كيف واحد بيفوت جوا صحيح يعني برضه ممكن بامكانك تعمل قط في الخزان تعرف تعمل قط في الساب تقسم مبنى نصين او بتروح لا على فيو ست ليميتس ايش يعني ست ليميتس يعني حدد لي من وين لوين اشوف في الساب هسا بتلاحظ عندي كيف الاوريجن في منتصف الخزان واحد يشوف نص الخزان بحكي له بدي واي من صفر لعند نصف القطر اوكي هي عندي واي هون من صفر للمينيمم لماكسيمم نصف القطر حتى نعمل صح هاي او من صفر لاثنين بس ورجيني في الواي فقط اللي هي يعني الواي هاي اوكي بعرض لك اياها هيك بامكانك تلف الخزان وتطلع عليه بشكل افضل يعني هيك. طب اذا واحد اختار من صفر لسالب من سالب اثنين لصفر بعرض النص الثاني حسب طبعا بامكانك تعمل سكشن برضه في الواي في الزد في الاكس بدك نعم الربع اكيد بدك تحط في الاكس هاي المره هاي ست ليميتس حط له هنا في الاكس من صفر لاثنين هاي اوكي بصير عندك الربع اذا بدك تعرضه زي ما كان ترجعه بتروح مره ثانيه على فيو ست ليميتس بتحكي له هنا شو اول شو اول وشو اول تمام هسه خلينا نعمل له تحليل كان يا جماعة بدي أقرأ على الجدران الخزان شو بقرأ أنا إن فاي إن ثيتا تمام هي عندي هيك خزان حكينا هيك عندي إن ثيتا إيش إن فاي طبعا أنتم بتكون مش إن فاي ماشي طيب هسا إن فاي عبارة عن أكسيل لود لما بتحكي أكسيل لود هاتوا على الساب يا بتعرض إف 1 1 أو إف 2 2 طيب هسا الانفا يا جماعه بدي احكي باي اتجاه اللوكال اكسس انا عندي هيك اللوكال اكسس عندي هي واحد هيك هي اثنين الانفا مع اثنين بعرض اف 2 2 ان ثيتا مع واحد بعرض اف 1 1 فضروري يا جماعه اول شيء انت تشوف اللوكال اكسس كيف اتجاهه طيب ماشي هسا بدي اسالكم سؤال لو كان عندي الخزان ثلاثه بحكي لكم اول شيء طيب انا باجي اشوف يا جماعه قيمه الاكسل لود اوكي بشوف في الماكسيمم صح بشوف بروحش على السكشن ده هاي نهايه واحد صح الان ثيتا جاي معي باتجاه 1 2 يعني نعرف هون ايش هو 1 1 ان 5 بتجمع اتجاه 2 ضرب هسه هون يا جماعه خلاص باجي على الجدار بعرض هون شيلز resultant force if 1 1 طبعا لازم اعرضها من شو بالكومبينيشن لازم يكون معرف كومبينيشن 1.4 ديد اوكي مش من ديد من 1.4 ديد خلينا نشوف if 1 1 ما حداش ينسى هاي الشغله هاي مره ثانيه هاي ديفاين نعمل هون كومبينيشن سينام اد ديفولت مش راح يعرف غير كومبينيشن واحد اصلا مفيش عندي غير ديد تمام هو بعتبره هو نفس هو الانفلوب يعني هسا بعرض مرة ثانية شيلز طبعا بإمكاني أعرف كومبينيشن بعد ما أعمل تحليل عادي هي اف 1 1 اف 1 1 هي حكى هي ان ثيتا راح تطلع عندي تنشن أكيد اف 1 1 هي 250
بشوف وين عندي الماكسيمم، هاي 149. في حدا ملاحظ شغله انه عندي الماكسيمم عند وين جاي؟ ان شاء الله القاعده بالضبط فوق القاعده 149. تقراها، تدور على الماكسيمم وتسلح عليه. اقرا عن السكيل بالامكان، بس مرات السكيل بيعطيك ابر ليميت ممكن تكون مش موجوده. خلاص عندك 149 150 ماشي. اذا بتلاحظ يا جماعه في الحل اليدوي كانت عندكم الماكسيمم ان ثيتا وين تيجي؟ عند قاعده الخزان تحت صح؟ اما انا عندي طلعت فوق قاعده الخزان. شو السبب لكم؟ مين بيعرف السبب؟ ان ثيتا في الحل اليدوي كانت تطلع معكم الماكسيمم عند قاعده الخزان، يعني عند اسفل الجدار. اوكي؟ بس انا عندي هون طلعت عندي مش عند اسفل الجدار، صارت مرتفعه عند هاي المسافه. هون الماكسيمم طلع عندي مش تحت هون. شو السبب؟ في عندكم assumption انتو افترضتوه في الحل اليدوي، انا افترضت اشي مختلف عنه هون. العلاقة بالقاعدة. هي العلاقة بالقاعدة. حتى يا جماعة احنا هناك جينا حللنا في اليدوي جدران الخزان، افترضناها موجودة على شو؟ على رولر سبورت. رولر سبورت صح؟ هسا العبان الخزان زي هيك على رولر سبورت. يعني معنى اخر نسيت وجود القاعدة. طبعا ليش بنرود؟ لأن الناس هتفتح لي اليدوي. فلو بصير عندي ضغط على الخزان كيف بصير عندي ديفليكت شابي لو؟ بصير عندي هيك. تمشي الرولر عادي بتوسع من تحت. طيب لما بتوسع انا عندي معناته محيط الخزان، محيط الخزان تحت نفس القاعده صار موسع شيء. والمحيط كل ما يتسع بصير في عندي بصير يتولد لي ان ثيتا تنشن. اوكي؟ واذا عندي المحيط انضغط بصير عندي ان ثيتا مالها كومبريشن. لانه هون عندي اكثر صار عندي اكثر محيط لانه صار عندي ريدس اكبر ما يمكن هون، صار عندي ان ثيتا مالها اكبر ما يمكن تحت، صار في تنشن عالي. اوكي؟ بس انا عندي هون مالها القاعده مش رولر، حطيت قاعده ريال بيس يعني واقعيه. ما بتمشي بالضبط. هي عندي هون بيس. اللي صار عندي انه صار في من هنا بهذا الشكل. بس وين صار عندي اكثر قطر؟ القطر اللي هي عند هاي النقطه اللي داخل هون. صار عندي تنشن هون على ما يمكن على بعد مسافه معينه عن القاعده. اوكي انا عندي القاعده بس بدها تنشن جرام خلتهاش تتوسع وبالتالي صار عندي هنا ماله ارتفع الاعلى. فين ثيتا عندي هون اعلى؟ طيب هسا بدي اسالكم ايش؟ القيمه برضه بتفرق القيمه برضه بتفرق مكانها وقيمتها بتفرق. طيب هسا بدي اسالكم سؤال، لو كان يا جماعه عندي القاعده شايفينها افترضتها رولر سبورت ولا فيكس سبورت؟ ولا ريال سبورت ولا ريال بيس تمام؟ هسا عندما تكون رولر يكون عندي نقص قليل من ثيتا وين موجوده؟ عندي تحت عند زد يساوي صفر. اذا كانت عندي فيكس سبورت اللي هي يعني اكثر ريستريكشن ممكن زي هيك يعني. طيب يا جماعه هسا انا عندي هون اعتبر الماكسيمم صار تحت الصفر، هون الماكسيمم طلع مسافه معينه، بس ما كان عندي فيكس سبورت بكون عندي بعد الان ثيتا الماكسيمم عن القاعده اكبر من هاي ولا اصغر منها؟ اصغر اكبر اصغر بتكون عندك اكبر بتكون عندك اكبر طبعا. ليش؟ لانه عندك هون فيكس سبورت ماله. هسا يا جماعه هاي الجوينت مالها فيها روتيشن اعلى من الفيكس سبورت، الفيكس سبورت روتيشن صفر. هسا الفيكس سبورت بلش اول شيء مستقيم، بعدين بلش يعمل الانحناء. طلع الانحناء تبعه متاخر، طلع فوق اعلى. هسا في الريال بيست بكون عندك في شويه روتيشن ثابت، مش مضطر اني اطلع اول شيء مسافه مستقيمه لان يصير عندي انتفاخ يعني. بصير انتفاخ منطقه اخطر. بالضبط. فانا يا جماعه بكون عندي فيكس سبورت او ريال بيس او رولر يعني ثلاث حالات. هون بتطلع عندي مسافه الان ثيتا الماكسيمم عندي مسافه ثيتا اعلى يعني ابعد عن القاعده. هون وصل هون ايش؟ طيب برضه يا جماعه غير البوزيشن تبعها القيم برضه بتتغير، يعني القيم هون غير عن هون غير عن الناس. هسا واحد يا جماعه مثلا بده يجي يفحص حل اليدوي ويقارنه مع الساب، يفحص يعني يطلع ان ثيتا ويقارنه مع الساب. او بالقاعده بضبط شيء يقارن قيمه اللي عند القاعده. ليش؟ لانه في الساب راح يكون عامل بيس صح؟ هون راح يكون مفترض اليدوي رولر، راح هناك فرق كبير في القيم صح؟
ايش بيعمل؟ وين نقال القيم ثيتا؟ في المناطق العلوية فوق. المناطق العلوية يا جماعة تقريبا جينا هون نرسم جميع الفيتا تشير على نفس الشكل. هسا لما يكون عندي رولر حكينا هيك بيكون عندي الشكل. الفيتا تشير. لما يكون عندي ريال بيس بيكون هيك. لما يكون عندي فيكس تبات بيكون هيك. فالمنطق هاي تقريبا نفس التكتيك الشيب نفس الريلس اللي هقولها في جميع الحالات. فانت بدك تيجي تقارن قيمه اليد مع قيمه الساب، قارن ايش الفناطق العلويه منطقي. تمام. طبعا الان فاي يا جماعه كيف بعرف الان فاي شيلز اللي هي اف 22. طب كيف بحط انا فيكس سبورت القاعده او بين او رولر سبورت؟ بحذف القاعده بحط على جنب كل ايش بين او رولر. هي عندنا اف 22 يا جماعه ما لها كومبريشن لانه بسبب الاوزان فقط اجاني وزن الجدار وزن الجدران. فهاي الان ثيتا كان في تنشن سلف وتنشن ستيل، هون بحط مينيموم ستيل. طيب بس يعني هيك رجعنا بس لازم تقارن مقارنه فقط. التصميم الحقيقي مع بيس عادي، بيس عادي. طيب هسا يزن انا كيف بحط فيكس سبورت عندي على بدل القاعده؟ فيكس سبورت راح حكيت لك عملي تعديل فيكس سبورت شو بتعمل؟ بتحط قاعده امتحان تروح بتحدد هيك تحت كل هاي النقاط. طبعا اكيد اي تعديل بدك تعمله في كل قفل اكيد حط هون اساين جوينت بستريم تحط يا بين يا رولر او فيكس بدك اياه حسب التعديل المطلوب. بما انه غششكم السؤال مش راح يجي اكيد ممكن يجي ممكن يس يعني بنكهة أخرى. هسا يا جماعة آخر موضوع اللي هو الشيلز الدونز يعني. لا مش مفروض. ما نفترض هذا الافتراض. يعني يا أكمل فراغ يا زعدان يا وات واي ويتش هاو اللي هي الأسئلة كلها بس بتكون عندك في النهاية جواب سطر نص سطر هيك. لا تخافش أنا عادي يعني. الديفيشن مش راح يتجاوز قيم كبيرة جدا. مش مشكلة. أنت إذا خربت على راحتك. طيب بس ما تخربطش 50%. 2-3-4. لا عاد أنا بعطي رينج في الجواب، ما بعطيش بالضبط. رينج يعني بحط رينج. طيب ماشي، إذا يا جماعة بنعمل دوم اللي هي قبة، كيف بعمل قبة على الساب؟ رسم صعب ترسمها، رسم تعمل جريد. في عندنا شيلز. في هون اثنين شيلز. في عندي احد انواع الشيلز اللي هي هون عشان كذا سنام. في عندي دوم ودوم، دومتين، واحدة سفيريكال واحدة بارابوليك. شو الفرق بيناتهم؟ سفيريكال يعني جزء من كرة. سفيريكال جزء من كرة. بارابوليك بتكون مقطعها اقتران تربيعي. كيف؟ قطع مكافئ. قطع مكافئ. هسا يا جماعه بدنا نحط هون قاعده شو اسمها اللي هي دون اعتبرها نص كره. انا طبعا الشيلز لانها مع انها صعبه على الحل اليدوي لانها صعبه في الحل اليدوي على الساب بتكون اسهل بكثير سهله جدا الشيلز بشكل عام. هسا يا جماعه اذا حدا مش فاهم شو مقصود بالار والتي والزد والانجلر بامكانه يروح على بارامتريك ديفينيشن هاي الكبسه بكبس عليها بيعطيه مخطط سكتش تفصيلي للموضوع. التي عندكم هون اللي هي رول داون انجل. هاي التي شو يعني رول داون انجل؟ هي الفاي. هي لو كان عندك شيء بهذا الشكل الزاويه اخر نقطه فيها طبعا هاي نقطه مركزها هون هي التي اللي من الخط العمودي لعند النقطه اخر نقطه في الشيل هاي اسمها رول داون انجل. انا عندي منها نص كره بحطها 90 درجه صح؟ اسمع شوي الراديوس معروف نمبر اوف ديفيجنز انجلر حكينا عنه نمبر اوف ديفيجنز انجلر هو بسمي لي اياها هون ان ديف هي هون نمبر اوف ديفيجنز انجلر اللي هي كم زاويه بدك تحط في الزد برضه كم ديفيجن في الزد
الرياضي سنتيمترين، الآن قاعد بحطه مثلاً 30، الزيت بحطها خلاص هي 80 مش مشكلة. هسا هو نفس الشيء بدك تعرف أريا، خلاص هي أد نيو، طبعاً نفس الشيء نفس قصة الخزان مي، خلاص زي ما هي أوكي. ارتفاع خلاص من حدة الرياضي اسمعني 2 متر مو نفس 2 متر صح. خلينا ريستريمت مع بدي أشيل الجريد لاينز، أنا راح تعقدنا شوي بسبب كثرة ال طلع عندي زي هيك، هي عندي قبة صار. طيب بس يا جماعة بحط على هاي القبة اللي هو سنولر يساوي كمان بفرض 2 أو 1.5 يعني كيلو متر مربع. لايت لود يساوي 1 كيلو متر لكل متر مربع. ماشي بحط بس هذول التو لودز. بس يا جماعة لما أجي أحط أنا قوة على القبة بحطهاش شو اتجاهها بيكون؟ زد ولا جرافيتي ولا زد بروجكتد؟ هسه طبعا اول شيء بعرض بعمل كنترول اي بحط كل الاريا تمام، بعمل هون اساين اريا لود يونيفورم عادي زي كانك تحط على سلاب. ايش فرق الوحيد بس الاتجاه؟ طبعا فيش عندي هون مش معرف لا لايف ولا سنو، بروح اعرف اول شيء هي ديفاين لود باترنز. في عندي هون لايف فين سنو، طبعا سنو مش موجود شو بعمل؟ بحط على ادر او مور، تكبس على مور هون يا جماعه في عندك تكون بطلع لك قائمه يعني بمد لك القائمه شوي في بكون من ضمنها سنو. هي اد نيو برضه صفر يعني عادي ماشي. طبعا الساب بيعرفش هذا اسامي هون، الساب بس بيعرف هذا هون. لو كان نسمي سنو هون حاطه لايف بخليها لايف بعتبرها لايف اوكي. طبعا نعمل كومبينيشنز خلاص مش مضطرين حاليا هسه نحط الاساين اريا لودز يونيفورم. هي في عندي لايف بحطه كامل 1 كيلو نيوتن. الدايركشن بحطه ايش؟ زد بروجكتد. شو معنى زد بروجكتد؟ اذا كانت عندك يا جماعه خط نائل عليه لود اللي هو مثلا 1 كيلو نيوتن لكل متر طولي، مثلا جسر ما عليه 1 كيلو نيوتن لكل متر طولي بروجكتد، شو معناها؟ معناها انت شو بتقصد فيه متر اللي هون؟ بتقصد فيه هل هو من طول الجسر ولا البروجكتد ديستانس؟ الفرق يعني بعد ما اخذت الديجيتال المحصل لهي القوة تضربها في طول الجسر ولا في البروجكتد ديستانس؟ اذا خليتها جرافيتي معناتها كانت بتضربها في طول الجسر، اذا زدت بروجكتد مش هتطلع محصلة ثلاث طرق ايش؟ المسافة البروجكتد. هسا احنا عندنا هون هي زد بروجكتد هي لايف اوكي. برضه كمان مره بحط ايش لي اساين اريا لود يونيفورم بحط هون سنو. طيب 1 2 برضه نفس الشيء زد بروجكتد لايف سنو نفس الشيء. بنحلل الويت مو لحاله بحسبه، شيل الموديل لأن طبيعة اللايف لود والسنو لود هيك تيجي يعني كيف تحكي لك عمودية عمودية عن السطح ما بتتأثرش بميلان السطح. طيب كيف نعرض ستارت انيميشن نشوف كيف الانتفاخ بصير؟ طيب ماشي هسا نفس الشيء بتعرض الفاين ثيتا، أول شيء بتعرض اللوكال اكسس أكيد. طيب مش تنسوا يا جماعة اللوكال اكسس، مصير مستقبلكم كله بتعلق اللوكال اكسس. هي أوكي طبعا بين شيء اللوكال اكسس، هذا السؤال اللي دائما ينسي يسال فوق الامتحان ليش ما تطلعيش اللوكال اكسس؟ بتعرض انديفورمد شيب ماشي؟ هي انديفورمد شيب ببين عندك اللوكال اكسس اوكي؟ زي ما شايفكم راح نساله يعني. هي يا جماعه هيك الواحد اللي هو مع اتجاه اللي هو احمر الاحمر واخضر مع اتجاه الميريديان صح؟ فانا مشان اعرض ان ثيتا بعرض اف 1 مشان اعرض ان فاي اف 2 بالضبط. طيب هسا بدي اسالكم سؤال، هي بتعرض مثلا انيشلز اف 1 اللي هي طبعا الانفلوب راح تكون اكيد يعني ان ثيتا. هسا لو سالتكم سؤال مثلا مثلا فاين ان ثيتا
الزاوية شو بتسموها إنكلاين يعني خطوة اللي فاي زاوية كلية يعني بعد كان هاي نقطة ما نتوجد عليها نقطة إكس بتسموها من هاي الزاوية إكس يساوي مثلاً 30 درجة ماشي يا إذن فاي من ثيتا من ساب عند زاوية يساوي 30 درجة هسا ايش عندنا احنا كوردينيت بعطيك الزاويه هسا صح كوردينيت بعد يا زد يلا يا ثيتا اللي هي الطيشه فكيف انا يا جماعه بدي اعمل من هاي الزاويه اطلع الاحداثيات حسب الكوردينيت اكسس حسب الكوردينيت اللي عندي هون بحولها بالضبط بتوجد الار والزد اللي تعلقوا فيها يعني تمام انا عندي هون اكس يساوي 30 درجه بامكاني شو اعمل اطلع كم الزد هاي واروح اصير ادور على القاعده وين عندي الزد بتساوي هاي القيم يعني هاي النقطه بطلع قيمه الان ثيتا ماشي مره ثانيه حكيت لكم طلعوا لي ان ثيتا عندي اكس يساوي 30 درجه شو بعمل بطلع الزد المتعلقه بهاي النقطه ارتفاع النقطه هاي يعني بطلع كم في الزد بعدين بروح بدور على المشز بصير اشرح على كل زاويه هون حتى يصير عندي هون الزد بتساوي القيمه اللي طلعتها وعندما بطلع القيم الان فاي بحفظ وين مكانها وشوف القيمة عندها تمام ممكن تعمل تو فيوز واحده للستريس واحده للمستوى على بالضبط عشان انا عندي 30 درجه كم بتساوي زد هاي الار بي معروفه 2 متر اذا واحد ناسك الار بي كان شو يعمل يروح يشوف عنده وين اكبر اتساخ القبه وشوف كم الار عنده كم بتساوي تكون عندك القبه هيك مثلا شوف هاي الار عندها هاي النقطه بتأشر عليها بتقرأ كم قيمة R عندك تحت. R هي قطر نصف قطر الدائرة الكرة. هسا جماعة انت شو بتساوي عندي هون؟ اللي هي هاي 30 درجة هي نفسها. نحكي ما هي كوساين 2 كوساين 30 درجة صح؟ 2 كوساين 30 كم بيطلع؟ وين 8؟ 1.86 في 2 متر بيطلع عندي كم؟ 1.7 متر مثلا. فالزد عندي هون 30 درجة عندي كم زد؟ 1.7 متر. أنسب إشي تروح هون تعرض على الفيو الثانية 3D Undeformed زي هيك وتصير تأشر عليهم. وهون طبعا نفس الشيء تعمل لك 3D. لو جينا هون أشرنا فرضا هي عندي الزد كم بتساوي؟ مبين عندكم 1.1 عند هاي النقطة صارت عندي 1.6 هون كم؟ ما أعرفش كديش جزت عندك القيم بين الشي بين خطين عادي انت ماشي الموضوع يعني عادي خذ لك خذ الأمور ببساطة تعال خذ لقيم بيناتهم يعني زي هيك مثلا خلص أشر بيناتهم يعني هسا نفرض يا جماعة جت عندي النقطة هون بقرأ هون كم؟ هاي 1.9 مثلا عنده نقطة لما طلعتها ماشي؟ هلا يعني زد لأن لو بيعتمد الزاوية المفروض تزيد على شرط الزد أكيد بس هي بتاخد على زد أخرى يعني أكيد يعني هاي الواحد صار على مشيت على نفس الدائرة مش نفس 1.7 على نفس الدائرة أكيد آه ونفس القيمة راح تكون عندك إن فا إن فا إن فا راح تكون نفس القيمة إيش R هسا فهم R هون يا جماعة كيف بطولها بإمكاني أعمل السكشن حكينا عنه اللي هو ست ليميت تمام بصير عندي قطع بشوف بالضبط وين عندي ال هاي فيها 6 ليميتس كان في الواي بحطها من 0 ل 2 هي اوكي او الاكس اللي هي وبلفها بشوف وين عندي اكبر انتفاخ للقبه واضح انه فيش غير هيك يعني هم اكبر شيء هاي لو عندي مترين طبعا بروفايدد انه عندك الاوريجن مال في النص جاي على المركز تمام لو كان عندك الاوريجن هون بس عندك هاي القيمه كم 4 بتقسم على 2 يعني تكون فليكسبل تاخذ القيم يعني ما تحفظش حفظ في انجينيرز يعني ايش؟ كيف ايش؟ الاورجن ما بتقدر تغير مكان بس تغير مكان المنشأ كله تبع اللي هو بالضبط طيب ماشي برضه يا جماعه ممكن احكي لكم يعني العكس مثلا find theta or find x at which
إن مثلاً فايل مرة مش مفيدة تساوي مثلاً 10 في 10 في 10 في 10 عطيتك الـ إنفاي بتطلع الـ X اللي مقابلها. أوكي ثالث حالة وش إنك تروح تشوف الـ إنفاي وين مكانها تطلع الزد اللي عندها ومنها تطلع الفاي صح؟ مش واصل مش واصل 6 لا هاي مثيرة. هون إنفاي نشوفها شيلز بس ثواني يا دعاء معلش حاول ما شو أول شيء في الفاي صح خربطنا مش مشكلة مهم الفكرة معروفة خلاص طيب طيب عند 1 و3 يا سيدي أول شيء بتعرض الفاي هي عرضتها هون إف وين وين لا إف تو تو لازم في قيم 10 6 خليها 6 أنا هيك بعمل امتحان بصير يعني أجرب طيب ماشي بشوف وين عندي 6 بتساوي خلي يا جماعة 7 7 عند 7 ماشي هي أنا حفظت وين مكان بالضبط 7 اللي هي بطلع هون 1 2 3 ونص مش تمام بنروح هون بنعرض عندي فورم شيب خلينا نرجع زي ما كانت هي شو أول بشوف بالضبط عندي لما يصير عندي كم 3 نشاط ونص هي عندي اول واحده الثانيه الثالثه وهي نص انا عندي هون الزد 1.1 عندي هون 1.4 مسافه وسط بيناتهم تطلع 1.2 بكل بساطه ما تعقدوش عارف عادي خذ مسافه وسط 1.2 الزد ترجع نفس القائمه هي عندك 1.2 تساوي عندك 2 تساوي 3 اكس طبعا تطلع لك الاكس كم عادي بس هاي انت تسوي 1.2 اوكي يعني هيك بشكل عام طبعا الانف ثيتا اللي هي الافقيه بتكون تنشن ممكن تكون في منطقه معينه يكون بشكل في تنشن زي هيك هسه يا جماعه في الانف ثيتا اذا بتلاحظوا عندنا اول شيء بيكون عند الوضع كومبريشن النقطه معينه بتصير تنشن عادي بيعكس تمام ممكن عكس اللي هي التوسع كل شيء انتقال نفس التوسع عادي طيب اخر ملاحظه يا جماعه لو واحد يعمل مثلا اي شيل على الساب بشكل عشوائي مثلا نعمل زي هيك اللي هي تعمل فولدد بليت فولدد بليت زي هيك يعني هاي شيل كونكريت يعني بتكون بعملها فولد بليت زي هيك مطعجه يعني لسه الهدف من هاي انه تزيد عندك الدب هاي ممكن توصل عندك متر مترين يعني ومتر ونص في الامثال تزيد تصير الدب عندك يزيد شو ماشي بس عندك مومنت اوف انيرشيا عالي جدا فبالتالي كانت تستخدم في منشات سبات لها طويله جدا توصل ثاني سبات عندك 40 متر 30 متر برضه غير شكل معماري لو كانت سبات 30 متر 20 متر بتحط لك فولد بليت بيطلع الدفليكشن عندها يا دوب من إذا وصل مليمتر ولا ملي ولا ملية. هاي حتى إذا طالنا متر ونص. مين بيأثر عندك على الديفليكشن هنا؟ المسافة هاي كلها بتجي تطلع على المومنت اوف انيرشيا شو بتعمل؟ تاخذ فولت بليت واحدة. واحدة مكررة. واحدة مكررة بالضبط. تطلع المتر الاكسس. بتطلع ايش؟ الاي حواليها، بتطلع عندك الاي كبيرة. رقم كبير جدا. بس عندك ديفليكشن منخفض جدا. في الكوبان بارل شيل هاي بارل شيل اوكي هسه يا جماعه بامكاننا ارسم اللي هو الفولد بليت بطريقه سهله جدا كيف اول شيء ارسم سلابي عاديه كلها منبسطه بعدين اختار بعض النقاط ارفع اعملها موف بصير عندي خلاص لحالها بتطلع زي هيك بتعرف يا جماعه كيف تنقل القبه من ملف لملف؟ قبه؟ مثلا انت عندك ملف ثاني راسم فيه مبنى جامع مثلا بدك ترسم عليها قبه كيف ترسم عليها قبه؟ ترسم هاي في ملف هاي في ملف تعمل لها كوبي هناك بيست ضايع 7 دقائق يا جماعه بنعمل فيها شغل مرتب يعني طيب
نعم اعتقد ما مش جربت فيها بس المفروض هاي جماعة عندي 3D frame خلاص خلي زي هيك هاي في عندنا جماعة مبنى بهذا الشكل بدي احط القبة في النص بالضبط اوكي بروح هون بروح على القبة هاي بعمل هيك select all control C بروح على المبنى اللي هون بعمل control V هسا ما اجي اعمل control V شو بيسألني مرة ثانية بيسألنيش جوز سألنا يا جماعة فك القفل يا جماعة لا في مو سؤال مهم لازم تعرفوا شو تجاوبوا عليه يعني. إيديت لا يجوز طب هاي نعمل هون إيديت كوبي مش أحسن الشباست جربوا جرب تزبط المهم لما تعمل كنترول في تعمل بيس بيعطيك رسالة بيحكي لك شو بدك تحط المسافة بين الأوريجين تبعت القبة والأوريجين تبعت الساب الملف الثاني مشان تحدد مكانه كي. إذا حطيت كلها أصفار شو تطلع عندك صار عندك أوريجين القبة نفس أوريجين الموجود على الساب إذا ترفع القبة مثلا ارتفاع مثلا طابقين اللي هو مثلا ارتفاع 6 متر مثلا بتحط الزد 6 بيرفع لك أوريجين تبع القبة في الملف تبعها في أوريجين تبع الساب الجديد مسافة 6 متر لفوق بصير يجوز يا جماعة هسا بس آخر ملاحظة عشان بنسجل يعني مرة يعني نسجلها اللي هي خلينا نعمل هيك بهذا الشكل خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنين ثلاثة واي اثنين الزبدة يعني خلينا نعتبرها اثنين مش مشكلة نحط هنا مثلا مسافة متر المهم يا جماعة بإمكان واحد شي يعمل يجي ينزل على الطابق التحتاني يختار يرسم عادي زي هيك تمام يختار هاي النقاط لي هاي بعدين هاي يلا هاي وهاي هذا جماعة النقاط لهم هذول اللي اخترتهم هاي وهاي 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 تمام يرفعهم في الزد مثلا مسافة معينة نروح على ايديت موف في الزد طبعا مسافة مثلا متر متر ونص تمام يعني معنى اخر ذلك النقطة اللي بترفعها برفع معها كل شيء متصل فيها اوكي جدا حلو صح نفس الشيء كانك تعمل اي شيء بهي الطريقة تمام تختار لك تعمل الميشز تختار النقاط عند المنطقة اللي تحتمل رفعها طيب يا جماعة أنا يعني أتمنى أني أوصلت لكم قدر كافي المعلومات خلال هذا الفصل خلينا نسكر الفيديو